مثلا ننتقل لموضوع آخر دائما معروف عن العراق أنه هو بلد المواهب، واليوم المدن العراقية ترفدنا بكل المواهب اللي هي الشابة والطاقات الجميلة اللي ترسم صورة للعراق بشكل أجمل. راح ننتقل إلى مدينة الحلة عفوا حتى نشاهد محمد الطائي اللي هو شاب صغير العمر قام بافتتاح معرضه الثاني التشكيلي اللي ضم أكثر من 50 لوحة. خلينا نشاهد هذا التقرير بعد ما نرجع. مبروك عليك المعرض. شكرا. هذا المعرض الأول ولا الثاني؟ هذا المعرض الثاني، الأول باب الأثرية. طيب يعني معرضك مكون من كم لوحة؟ الأعمال الموجودة هي أكثر من 50 لوحة. نوعت اللوحات من ناحية المواضيع، رسمت الطبيعة العراقية، رسمت الوجوه، رسمت التعبيرية. يعني المدرسة التعبيرية والواقعية والأكاديمية. أكاديمية، رسمت الأكاديمية بطرق عديدة ونفس الشيء على المدرسة التعبيرية والمدرسة الواقعية. محمد بعمر ايش قد وانت ترسم؟ انا بالدية الرسم عمر 3 سنوات مع والدي، وهذا القاعة هو اللي نشأتني بوجود رسامين هم أساتذتي صاروا. يعني غير والدك كان يقدم لك دعم ويعني يقدم لك نقد وملاحظات على رسوماتك؟ أكثر من رسام، قلت لك هو الرسامين يترددون هنا كثيرين، هم اللي يعطوني ملاحظات ويوجهوني. ودعمني هو والدي، أعطاني الصرف علي المواد الرسم، وسبب إنه موهبتي وتطورها هي القاعة هذه. طيب شنو الألوان اللي استخدمتها، المواد اللي استخدمتها برسوماتك لهذا المعرض؟ الألوان اللي أقرب إلي هي البسيطة باشيري، وأرسم الزيت والأكريليك. محمد الطائي يمثل شحنة حقيقية في قلب الفن العراقي بسبب هذا الجمود الذي نعيشه للأسف الشديد. الفن العراقي منذ فترة طويلة يعاني من الركود على مستوى السوق العالمي وعلى مستوى المعارض والمنجزات، إلا أن هذا المعرض يؤكد وجود موهبة فنية، وجود طاقة ستجد طريقها على المستوى الأسلوبي والتعبيري. الحقيقة اللي خدم محمد وخدم وطور موهبته إنه إحنا أسسنا قاعة 20 فن تشكيلي، وهاي القاعة بيها مرسم يرتادها خيرة رسامي العراق. فمحمد بعمر ما قبل 5 سنوات كان متواجد بهاي القاعة، عينه كانت تلتقط الرسم، إذنه تسمع الحوارات، فمبكرا امتلك أدواته وامتلك مفاتيح العمل الفني. ومعرض الشخص الأول إلى كان بعمر 9 سنوات. حقيقة أنا سعيد جدا أنه أرى هكذا لوحات وهكذا أعمال لمحمد سهيل. يعني إحنا حقيقة أنا محمد متابع تجربته من كان يعني يجي للقاعة، قاعة عشتار اللي هي بدارة والده. هو محب للرسم، محب للفن، عنده موهبة عالية، عنده تمرين مستمر على يعني إدامة اللوحة بشكل ممتاز، إخراج اللوحة بشكل ممتاز. بالتالي أنا متفاجئ حقيقة بالأعمال اللي موجودة، أعمال تكاد ترقى إلى مستوى الاحتراف. يعني أعمال هي ليست لطفل موهوب أو شاب يعني مبتدئ، هناك أعمال تتميز بالاحتراف، تتميز بالحرفية بالتأكيد، تتميز بالوعي
هناك وعي مسبق لدى الفنان حين يرسم اللوحة. مع البصر. طيب احنا شفنا الطفل الصغير محمد سهيل، يعني حسب ما شفنا المعرض مالته انه هو فعلا يدل على موهبه يعني تو بدا يصير يعني شاب. هو هذا المعرض الثاني، افتتح المعرض الاول وكان عمره 9 سنوات، فبالتالي انه هذا المعرض الثاني اللي حلو. قام برسم او عرض اكثر من 50 لوحه تشكيليه. صحيح. وهذا شيء جميل جدا لانه يعني هو اخذ هذه الموهبه او اخذ هذه المهنه والفن من كان عمره 3 سنوات او 3 سنوات، كان يحضر لهذه القاعة اللي هي قاعة أشتار مع والده، فبالتالي أنه سمع وشاف هذه المهنة الحلوة. حلو، بس يعني إحنا دائما نحتاج إلى دعم ودائما نحتاج إلى شخص يشجع واحتضان، يعني نحتاج أنه يكون هناك يعني مثلا مو بس معرض في الحلة، هو يروح إلى بغداد مركز العاصمة حتى هناك يشتهر، يشوف طريقة يكون انتشار أكثر. أكيد 100%. طيب